بطاطا مخبوزة في الفرن، 3 أكواب مرق لحم، 250 جرام طماطم مقطعة دوائر، 300 جرام بصل مقطع دوائر، عبوه طماطم مهروسه، كيلو جرام بطاطا مقطعه دوائر، 500 جرام لحم بقر مقطع مكعبات، 5 فصوص ثوم مقطعه شرائح، ربع كوب زيت زيتون، ملح وفلفل. في طبق الخبز يوضع القليل من شرائح البطاطا، يضاف القليل من شرائح البصل، توضع قطع اللحم، تضاف شرائح البصل المتبقيه ثم شرائح الثوم، توضع الكمية المتبقية من شرائح البطاطا ثم الملح والفلفل، تضاف شرائح الطماطم ثم الطماطم المهروسة، يوضع المرق ثم زيت الزيتون، يغلف الطبق بورق القصدير، يوضع في الفرن لمدة 15 دقيقة، يرفع من الفرن ويقدم.